أهلا بكل متابعي موقع صدى البلد. مفيش حاجة ممكن نخاف عليها الحقيقة في الدنيا زي أولادنا، يعني إحنا لازم نحافظ عليهم ونتابعهم خطوة بخطوة، هما بيعملوا إيه، نتبع حتى أفكارهم، يعني حتى الجديد اللي بقى يظهر على السوشيال ميديا، وبقى في تحديات كتيرة وخطيرة وتحديات مميتة زي اللي عمالين نسمع عنها، وكان تحدي آخرها تحدي إرمي صاحبك، الحقيقة كان من ضحايا طالب أصيب بالشلل. هنوضح لحضراتكم دلوقتي تفاصيل جديدة تخص الموضوع ده، تابعونا. حالة الحقيقة من الرعب والفزع انتشرت ما بين أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا بعد تداول أكتر من فيديو لترند جديد وتحدي جديد من تحديات الموت اللي انتشر في المدارس، وهو ارمي صاحبك في الهواء عشان تشوف قوة تحمله. يعني انتشر على الفيسبوك فيديو بيرصد تفاصيل التحدي، فبيقوم فيه مجموعة من الطلاب عددهم تقريبا خمسة ستة طلاب، يشيلوا صديق ليهم لفوق وبعد كده يسيبوه يسقط على الأرض، تمام؟ ان هم المفروض ان هم كده بيشوفوا هي قوته واصلة لفين حسب معتقداتهم وحسب تفكيرهم. التحدي ده اتسبب في تعرض احد طلاب احدى المدارس الدولية بمنطقة العبور لإصابات بالغة في النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري، أدت لاشتباه بإصابته بالشلل، وده أصاب الأهالي ورواد طبعا السوشيال ميديا بالفزع. واكتشفت مدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور خلال الساعات الماضية إن في نشر صورة لطالب اسمه أحمد خالد علي على صفحتها، واتكتب عليها: بتتقدم إدارة المدرسة بخالص الدعاء بالشفاء العاجل للطالب أحمد خالد، متمنية من الله تمام الصحة والعافية لكل طلابها. كمان أرفقت المدرسة على صفحتها أدعية للطالب، لكن نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم وفاة الطالب أحمد خالد اللي أصيب من ساعات نتيجة لقيامه هو وزملائه إن هو بيقلد واحد من تحديات التيك توك. التحدي ده هما شافوه على تطبيق التيك توك، وقالت المصادر إن الطالب بيرقد في أحد أو في إحدى المستشفيات وبيتلقى العلاج وبتتمنى له الشفاء العاجل. الدكتور بيشوي نجيب أخصائي جراحة العظام والمفاصل قال تفاصيل أكتر عن حالة الطالب، وقال: شفت حادثة من أسوأ الحوادث اللي شفتها، ولد عنده 13 سنة جاي المستشفى ما بيتحركش تماما، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين إن الولد اتشل. كمان الطبيب المعالج أضاف من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قال إن السبب إنه كان بيلعب مع أصحابه ترند جديد على تيك توك ترند. وأعلن الطبيب إن الولد جاله وهو عنده كسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي وبنسبة كبيرة مش هيتحسن. وأخيرا قال الطبيب إن ولد 13 سنة اتشل بسبب لعبة، سبب هزار سخيف. متخيلين إحنا وصلنا لإيه؟ ربنا يكتب له الشفاء. ده طبعا كان الكلام اللي كتبه الدكتور. أحمد كان بطل الجمهورية، ولكن للأسف بسبب تحدي سخيف ومؤذي هيخليه يبعد عن هوايته المفضلة. لأن أعلن نادي العبور الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطالب أحمد خالد كان بطل الجمهورية والعرب للجودو بنادي العبور، وعبر عن تمنيات مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار طبعا طارق ربيع للطالب أحمد خالد بالشفاء والسلامة بعد تعرضه للإصابة أمس في المدرسة. كمان حذر الدكتور يوسف سعد استشاري أمراض الأطفال إن الترند بيمثل خطورة كبيرة على الطفل، أبرزها إمكانية تعرضه لمشاكل في العمود الفقري، ممكن بتصل أحيانا الأمر إلى إصابة الطفل بمقدمات الارتجاج أو نزيف في المخ أو قطع بالنخاع الشوكي، ممكن يؤدي كمان للوفاة، وده اللي حصل فعلا. عشان كده حذرت كتير من المدارس من الترند، وكمان بتتمنى الشفاء لإحدى الطلاب في مدرستها. وزارة التربية والتعليم الحقيقة اتحركت بعد انتشار التحديات دي في المدارس، أصدرت بيان رسمي أهابت خلاله بأولياء الأمور إن هم يأكدوا على مراقبة النشاط بتاع أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطر
الحقيقة على صحتهم، يعني العقلية والجسمانية. عقليا هو إزاي مجموعة من الطلاب أو الأطفال في هذا السن ما يستوعبوش إن ممكن حركة زي كده ممكن تأذي الشخص أو الطفل أو الطالب اللي معاهم. كمان أكدت الوزارة إن هي وجهت كل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بتنبيه على مديري المدارس، كمان المديرين في المدارس، إن هم يراقبوا أي أنشطة غير معتادة بيقوم بيها الطلاب ممكن تضرهم. كمان عملوا حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية اللي بيسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع. وأكدت أيضا أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وده طبعا بيؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية واللي بتنعكس بدورها على أدائهم الدراسي. الحقيقة قبل ما ننهي تغطيتنا حابة أقول رسالة للآباء وللأمهات. يا جماعة السوشيال ميديا خطر كبير إذا استخدمت بشكل مش صح. لازم نتابع أولادنا ونشوف بيتفرجوا على إيه، بيلعبوا إيه فكرهم أصلاً وصل لفين، إيه الفكرة اللي وصلت لهم من خلال لعبة أو من خلال فيديو شوفوه أو أي حاجة من الحاجات دي. الطفل أحمد خالد كان بطل ولحد دلوقتي إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. هل إن شاء الله فيش حاجة طبعاً بعيدة عن ربنا، وإن شاء الله يعني بنتمنى له الشفاء العاجل وإنه يرجع تاني يلعب، بس إحنا حتى الآن مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. نتمنى إن إحنا يكون آخر حالة أحمد خالد، يكون آخر حالة ممكن يكون حصل معاها كده. نشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعة ومتابعين معاكم طبعا لسه كل جديد.